بيت ايه هنا احسن؟ مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده. وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده عشان سنتي عشان بحبك عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جيلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب. ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل. ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه لبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل. حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى. يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين؟ قولي. انا اهو اهو محمود. انا اهو. قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك. فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور. انا قفشتك. ما احنا الصراحة ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربتك عشان انت عينيكي وحشة وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك. عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفكك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفله في المنفله والمحشي استوى في الحله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ وقعت مش مشكله. شفت؟ بص البقيت دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكله، اللي وراه اجمد منها. اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده، هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه بيقعوا ليه ده؟ انا هقول لك ثانيه واحده لحسن الناس هيطردوني. ثانيه واحده. في ايه يا حبيبي؟ يا بس يا نهار اسود. ايه استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدوره ومقوره. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عامله لي عمل، اكمني الرجاله كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي، فقامت عملت لي عمل كل ما ابص الحاجه اقسمها 4/4. بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده اتحسنت ازاي؟ ابص الحاجه في لقها 2. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا اتطورت قوي. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي فيلا. ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم. البسين اتخرم. خرمت البسين؟ خرمت البسين وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. اه ثانيه واحده. ثانيه واحده. يا لهوي عليا. ثانيه واحده، البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك، حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله.
وثانيا هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر، وورا هكتب الاميره منى والامير حسن ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا تيوتا يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات فيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا لهوي، بص شعرها يا محمود. لا دي شعرها لحد هنا، دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر امله. آه حقيقه حقيقه حقيقه. ايه يا يهوي دي اللي بتطلع في دبر امله؟ دي بقت جابر امله. يلا ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك مالك؟ قص شويه حسن. ماله استشوار؟ قص شويه حيائي شعري. ايه؟ قص شويه حيائي شعري. قص شويه حيائي شعري؟ ده حيائي شانك مش شعري. الحق بتقول لك قص شويه حيائي شعري. يا حيوم يا يهوي يا خيابي يا خياشي يا يهوي عيا حيوم عليكم ويوي. ايه يا جماعه في ايه؟ حرام عليكم. بقول لك ايه، تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه ايه؟ اه معلش انا ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص، بلا ارنبنا بلا انور بلا. ماشي اسمعي واحده سهله وبسيطه. امر امير الامراء بحفر سفينه في الصحراء، كم راي في ذلك؟ يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتعجزوها. الولايه لدغه في الريه هنقتلها. بقول لك ايه، قولي بابا جاب لي حصان اتمشكحبه، لو ما اتمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ دي اسهل وما فيهاش ريه. لا 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 لا، قولي قفص بصل وقفص عصب. قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شايبة ده بيقع بيقع. ركبي شعي مستعاي. ما خلاص يا زينب دي حته صغيره، تعالي انا اعملها لك. بالراحة بالراحة. تعالى يا زينب بالراحة سالي، بالراحة الولاية سالي. تعالي يلا يا زنوبة. بقول لك ايه يا زينب، اتفني البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقت شعر الولية؟ ايه الطيبة دي يا بنت دي؟ ايه الطيبة دي؟ هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانية واحدة، خطة البديلة. يا رب ها يا رب ده يجيب نتيجة. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى صحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزق. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك انت اصلا ابنه، عشان فيك شبه منه. كلبوزه 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 كلبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم، انت مجنون؟ امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ اه يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بمواعيد رحمه. ابو شغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ اه. يعني بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضو، بس مش في شرم والغردقه. امال في ايه؟ في ابو قتاته بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. اه انت غطاس ايه بالظبط؟